دلوقتي يا جماعة بإذن الله هنوش الأبيض ده، البيض طبعا دوكو فون، فهنوش الأبيض ده برضه دوكو فون من غير ما نلزق حواليه ولا نعمل حواليه أي حاجة بإذن الله. هتوش الأبيض وبعد كده هتجيب حتة قماشة متعصى بنزين وهتروح ماسح الغبر اللي هتيجي على الفاتح. طبعا الأساس ده اللي هو الفوشة الفاتح ده أو البنك أنت خلصته وخلاص، هو نشف وعضم. هترش بعد كده الأبيض، دي طانة اللي مشوشة حالا دي بطانة، هترش بعد كده الأبيض الفرن وبعد كده تمسح الغبر اللي هتيجي بره على البنك بالبنزين. البنزين طبعا عمره ما بيدوب الطينة الفرن ولا ينفع ان هو يتحط على البيض الفرن، بس هو لازم لو هتمسح بيه لازم في أسرع وقت، ما ينفعش يترك، لأن لو اتركن أكتر من كده خلاص مش هيأثر فيه. نجرب كده مع بعض ونشوف بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما تنسوش تدعوا لنا يا جماعة، الله يبارك لكم. احنا كده يا جماعة خلصنا 3 دوائر دولت، وطبعا في غبرة أبيض جاية حوالينها، هنجرب مع بعض كده بإذن الله. ده بنزين اهوت، بنزين 80. تمام، هنقول بسم الله والصلاة على رسول الله. طبعا يا جماعة زي ما انا قلت ده دوكو فرن اهوت، هنمسح الزيادات كلها اهوت. الحمد لله بيطلع زي ما انتم شايفين بكل سهولة بالبنزين، بنزين 80. تمام، بدل ما تقعد تلزق وتوجع دماغك ومش هيطلع بنفس الجودة كده ولا هيطلع بنظافة كده، لأن الطيب في الدوائر ديت هيزهقك جدا. تمام اهوت يا جماعة، كده اهوت يا جماعه الابيض يظهر تاني ويظهر جماله. طبعا هنكمل بقيه مسح، وزي ما انتم شفتوا انا بس بوريكم عينه، الشغل كله بقى بيتعمل بالطريقه ديت. ده دوكو فورم، هتاسس الاول الدوكو الاساس بتاعك وبعد كده تدي اللون التاني، وفي نفس الوقت بسرعه على طول يكون معاك حته قماشه متعصب بنزين 80 وتروح ماسح بيها الزيادات كلها، تطلع معاك متحدده زي كده احسن من التيب واوفر وافضل كده. طبعا هي فكره مش جديده، الفكره قديمه جدا، بس يعني في ناس لسه ما وصلت لهمش الفكره، ويمكن انا واحد منهم، فاهي فكره لعل الله ينفعنا بيها وينفعكم. اهم حاجه الله يبارك لكم، تدعوا لنا ما تنسوناش من الدعاء، ولو في اي استفسار انا تحت امركم في اي حاجه.
ومش معنى، بذكر تاني، مش معنى ان البنزين يمسح الدوكو الفرن ان هو تخف بيه دوكو الفرن، ولا ينفع تحط تنر عادي زي الدبابة او اي تنر، لازم تنر فرن يتحط عليه. لكن لو مسحنا حالا بتنر فرن ممكن ان هو يأثر على البوية اللي نشفت، فاحنا بنمسح ببنزين البنزين ولا هيأثر على البوية في اي حاجة. ادي حتة القماشة اهيت، تمام، مش هيأثر على البوية القديمة بأي حاجة، وفي نفس الوقت هيحل البوية الجديدة اللي انت عملتها وهيطلعها. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.